أبدأ من سيروان بابان. سيد سيروان، ما هي الأسباب التي تقف خلف الاحتجاجات في السليمانية؟ مساء الخير عليكم وعلى ضيوفكم الكرام والمواطنين والمشاهدين. أولا تصحيح بسيط بأن أنا عضو مستقل في برلمان إقليم كردستان، وأنا عضو معارض ومستقل، ليس لدي أي حزب، ليس وراي ولا أمامي أي حزب ما عدا الشعب. بداية أود أن أقول لكم باسمي وباسم كل الشرفاء في كردستان وفي العالم، أقدم تعازي إلى كل شهيد سقط خلال هذه الأيام أثناء احتجاجات سلمية واقعية بشرية، الاحتجاجات التي تصادمت مع قوات المسلحة والقوات العسكرية وقوات الأمن شبيها بقوات الأمن السابق. مع الأسف أنا من الأول يوم كنت كعضو برلمان وكمواطن في هذا الوطن، كنت في المقدمة مع أخوتي وأخواني. نعم. تعرضت أربع مرات إلى اضطهاد وضرب بهذه النصف قنبلة التي ترونها عليها رأس من رصاص على صدري، رب العالمين سترنا. وتعرضنا إلى هم يسموها غازات مسيلة للدموع، وإنما أنا بعثت هذه القوانات إلى ألمانيا، طلع بأن هذه الغازات غازات أعصاب يؤثر على أعصاب البشر، ليس للاستخدامات بشرية، وإنما تستخدم هذه والغازات لاستخدامات صيد الحيوانات مثل النمور والأسود، استخدموها ضدي أنا شخصيا، واستخدموا عنف الجماعي باضطهادي. أين كنت سيد سيروان؟ مسكي من خلال 20 أو أين كنت عندما استخدم هذا العنف ضدك؟ في شارع المولوي في مركز المدينة التي انطلقنا فيه مظاهرات سلمية. يا أخي المظاهرات، خل أسبق الأحداث لأنه سمعت كلاما اليوم يعني شبيها بكلام مافيات أو شبيها بكلام الحوارات في التلفاز، بأنه وراء هذه المظاهرات أيادي خبيثة وأيادي من نحن. أنا ليس لدي حزب ولا أجندات ولا لا، أنا فقط خرجت مع إخوتي وأخواني الذي وعدناهم، قلنا لهم في البرلمان وفي الشارع نكون معكم. زين، خلينا على هذا الجانب. أصبحنا اليوم 29 سنة نرى بأنفسنا أنه النفط تذهب من هذا البلد الجميل إلى الخارج، تباع ونكون لا نكون مستفيدين، وإنما مديونين 28 مليار دينار.